ذكرى العطرة، ذكرى ولادة بقية الله الأعظم. حديثي حول هذا اللقب بقية الله. ماذا نعني من قولنا لإمامنا الموعود بقية الله؟ هنا قالوا أن الإضافة إضافة لامية. يعني شنو إضافة لامية؟ إذا قيل بيت الله يعني بيت لله، كتاب الله كتاب لله، عبادة الله عبادة لله، بقية الله بقية لله. كيف يعني بقية لله؟ الله تبارك وتعالى استخلف إنسانا كاملا في الأرض. كان النبي خاتم الأنبياء، هو وجه الله في الأرض، هو الذي يحكي أسماء الله الحسنى بعد النبي، إمام بعد إمام، هو يمثل الله في أرضه، إلى أن وصل الدور إلى خاتم الأوصياء الإمام الموعود، فهو البقية الباقية الذي يحكي صفات الله في الأرض. القرآن يقول بقية الله خير لكم، وفسرت في بعض المرويات أن المهدي خير لكم. هذا الإمام الموعود هو خير لنا، هل خيره على مستوى الآخرة أو على مستوى الدنيا والآخرة؟ الروايات تتكلم عن زمن لا يوجد فقير، يوجد أزمة في الصدقات. ماذا نصنع بالصدقة؟ وأن لو استقاموا على الطريقة سوف يقيم الاستقامة في الأرض، فتخرج الأرض خيراتها وتنزل السماء بركاتها، وحينئذ البشر والحيوان يعيشان الأمن والأمان والرزق العميم. يتمشي المرأة من بلد إلى بلد ما حد يعترض إليها، أمان، حتى الحيوانات يأمن بعضهم البعض. ففي زمنه خير الدنيا، وأما خير الآخرة ففي زمنه الإيمان ليس كبقية الأزمان، يمسح على عقول الناس فيعرفون معرفة تفوق معرفة الأولين والآخرين، ينزل على يديه العلم الذي لم يبين من قبل آبائه. فعلى مستوى الدنيا الخير في زمنه، على مستوى الآخرة الخير الأخروي، أرضية التدين والإيمان في زمن الإمام الموعود. لهذا من عرف هذه الحقيقة يعيش حالة الشوق والانتظار لذلك الزمان. وقد ورد في الانتظار ما ورد، أقرأ ثلاث روايات بصورة سريعة. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. الفرج انتظاره هو مرسل فيه أفضل الأعمال، فهو عمل. ما هو؟ رواية أخرى، فأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال انتظار الفرج، هذا أفضل عمل. أفضل العبادة انتظار الفرج. أن تنتظر هذا من أفضل العبادة. هسه واحد يقول أدعنا ننتظر. لما صارت أحداث سوريا وقيل يمكن أن تكون بداية علامات الظهور، كثير من الناس يجب إلى طلبة العلم يا مصر ترك موسى تعالى علي صلاة وورقة الصلوات العلي، علي كفارات، علي ذنوب، أمري أرتب أمري قبل لا يطلع صاحب الزمان. وأنت اللي تقرأ يا في السفر اللهم أكبر، وأنت اللي تطلب الفرج العاجل. طلع يطلب مو فرج الإمام، فرج الظالمين، لكن مو مستعد على الإمام، لأنه مو مستعد. يعني مثل العراقيين طرشوا إلى الحسين وقالوا إن لك جنود جند مجندة، وبايع يا مسلم 18,000 في يوم كما يقال. لكن بعدين لما صارت المسألة على حقيقتها تحتاج إلى تضحية، لا يوجد من يدله، يدل مسلم على الطريق.
الحسين يعرض نصرته على من؟ يطلب النصرة على عبيد الله بن حرم الجعفي في الطريق، يقول لي يا أبا عبد الله أنا أعطيك فرسة، هذه ما حد يركبها ويريد أن يصل لها غير إلا واصل سريع. الحسين قال لي بخلت نفسه، لأنه قال للحسين نفسي لم تسمح بالموت، بعده نفسي تبقى الدنيا أموت لا، لكن الخيل تفضل خذها. الإمام الحسين هو جد الإمام المرغوب، قال كلمة كما في الرواية: ما كنت متخذ المضلين، اللي مستعد يقتل في سبيل الله أمواله نفسه لم تسمح بالموت، الإمام الحسين يقول ما أتخذ معين أبدا، عضو إحنا يا ساعات لا تبرم نجمع نقبل ندفع ولا مستعدين على مستوى أن نقدم أنفسنا. فإذا الانتظار اللي الروايات تتكلم عنه، الانتظار يعني أن تكون حقيقة منتظر. متى تكون منتظر؟ مستعد تماما، لا علي ظلامات لأحد، ولا علي قضاء، ولا علي شيء، وذنوبي مستغفر منها، ومتهيئ أتمنى باكر أموت بين يدي الإمام. هذا يقولوا منتظر. أما اللي بعده يقول لا والله بعدنا ما تهيئنا، هذا منتظر. الإمام المهدي ينتظرنا نتهيئ، مو احنا ننتظره. فإذا احنا نتكلم عن روايات الانتظار ويخيل لنا أننا ننتظر، وإذا المسألة لما يحين حينها يتضح أنه صلوات الله عليه ينتظر الأمصار، ونحن من يعطل ذاك الظهور المبارك. فإذا قبل أن يفوت الأوان علينا أن نرتب أمرنا ونكون على أهبة الاستعداد. ثق أن من مات قبل أن يظهر الإمام وهو مستعد، إما يخرج من قبره شاغرا سيفه، وإما أن يثاب وكأنه في فسطاط الإمام المرغوب. لذا قيل رواية عن إمام السجاد: انتظار الفرج من أعظم الفرج، لأن اللي ينتظر وصل لحالة علاقة مع الله، هو يلتد بالعلاقة وهو له ثواب النصرة وإن لم يدرك الإمام. فإذا الفرج انتظاره أفضل وأحب الأعمال، بل هو فرج، لأن من كان كذلك شعر بقربه من ربه، شعر بقربه من إمامه، عاش حياة التذال بقربه من ربه. وفقنا الله جميعا لذلك.